في مفارقة عجيبة يعاني أهالي الموصل من أزمة في مادة الكاز في بلد يطفو على بحر من النفط، إذ بات من المعتاد أن تغيب بعض المشتقات النفطية عن محطات الوقود. سبب النفط الأبيض أنه خزين بالدائرة ما كان عاكو، وأغلب المحطات خزين الرقم 8 ما عنده، وأنا من ضمن الناس خزين ما كان عندي. أزمة مادة الكاز تأتي في وقت يكون العراقيون في أمس الحاجة إليها في ظل انخفاض درجات الحرارة وضرورة استخدام الكاز بهدف التدفئة. الدنيا شتاء والدنيا باردة، وتعشفون البرد، واللي عالم اللي ما عنده حق الغاز منين يروح يشتري غاز، واللي يجي على المحطة يبغى له يومين ثلاثة واقف سرق ويحصل يا ما يحصل. لا يقتصر استخدام الكاز على التدفئة، فقد تسببت أزمته بتعطيل سائقي السيارات وغيرهم ممن يعتمدون في أعمالهم على هذه المادة. من مشى البطاقة رقم جديد ما فولت ليس قطرة غاز، وأنا عائلة كبيرة 10 نفرات ماتوا من الجوع بالبيت، والله وكيل لا راتب لا شيء معنا يعني فرد مرة. وفي ظل غياب الحلول الحكومية يؤكد سكان الموصل أن الحل بسيط وواضح وضوح الشمس، ويتمثل بإيقاف الجشع وتهريب الكاز والمشتقات النفطية إن توفرت إرادة الحل. إذا يريدون يسيطرون يعني يسوون نظام بس غاز، إذا ما يطلع على الشمال الغاز كل أزمة ما يضل بيها، أي أزمة ما يضل بيها أبد على وجهك تجي تفوتها. إذا بس إذا بالسيطرات يضبطون الشغل، الغاز ما يطلع على الشمال ويمين ويسار، الغاز ينضبط. حتى الحلول التي يجترحها المواطنون لا تجد طريقا لتنفيذها في ظل حكومة لا تمتلك أي سلطة على ميليشيات تبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية وتحرم العراقيين من خيرات بلادهم عبر تهريبها إلى الخارج.